ننقل هذه القضية بواسطتين. واحد يقول كنت في طهران، القضية لعلها قضية قبل 30 عام أو أكثر، كنت واقف وأنتظر سيارة تحملني إلى مكان بعيد، سيارات تأتي، هو رجل دين ومعه شخص آخر، سيارات تأتي وتمر ولا تتوقف. يقول أنا حوالي نصف ساعة واقف في شوارع طهران ولا تتوقف لي سيارة. في هذه الأثناء جاء السيارة وتوقفت. تفضل سيدنا. يقول جلست في السيارة وقلت لصديقي اللي كان معي: الحمد لله اللي بالأخير وجدنا رجل مسلم يحملنا إلى مقصدنا. يقول السائق التفت إلي قال لي: أنا مو مسلم، أنا أرمني، يعني مسيحي. أنا مسيحي، أنا مو مسلم. يقول قلت له: إذا أنت مو مسلم فلماذا توقفت لي أنا رجل الدين؟ قال: في الواقع أنا لي قضية، وهذه القضية أنه كان واحد من علماء إيران، عالم معروف وزاهد ومقيد، مقيد بالأوامر الشرعية. أنا في حياتي شفت شخص واحد شاب من شباب هذا البلد، هذا الشاب كان يطالع كتب الروايات، معاني الأخبار للصدوق، علل الشرائع، البحار، أي كتاب من هذه الكتب الروائية، وحقيقة إيش قد حالة حلوة في شاب متدين، أي شيء موجود في الروايات كان يطبقه. وإلى الآن رجل متدين وطيب إلى أبعد الحدود حسب ما أعرفه. هذا الرجل كان مقيد، حكومة ذلك الوقت يعني قبل 50 عام أو أكثر أمرت بإبعاده من تبريز إلى طهران في اضطرابات اجتماعية. أنا كنت سايق السيارة، هذا الأرمني يقول، أخذوا هذا العالم ميرزا صادق التبريزي، وأكو ضابط مسلح وأنا السايق. يقول أخذنا نطوي المسافة من تبريز إلى طهران. في هذه الأثناء أذان الظهر، يعني صار الوقت، هو لاحظ الأفق، شاف أنه وقت صلاة الظهر، فقال للضابط أنه إذا شوية تأمر بالتوقف حتى أصلي صلاة الظهر والعصر دقائق ونواصل المسير. الضابط نهره، ما قبل كلام. يقول بعد هذه القضية بلحظات وإذا بالسيارة توقفت بلا أي سبب، بدون أي عامل خارجي. يقول أنا نزلت من السيارة أخذت أفحص في كل مكان من السيارة، أي عيب ماكو في السيارة. يقول هو نزل، الضابط نزل، راح كان هناك عين ماء وشجرة، توضأ وصلى صلاة الظهر والعصر ركعتين لأن مسافر. يقول ثم عاد إلى السيارة، قال لي: الآن إذا تحب تحرك السيارة ما فيها شيء. يقول أنا مركبت في السيارة وإذا بالسيارة تتحرك بإرادة واحدة من شخص مرتبط بالله، السيارة تتوقف، وبإرادة واحدة من ذلك الشخص السيارة تتحرك. يقول أنا من ذلك الوقت أصبح في نفسي تقدير عظيم لهذه الطائفة، ولذلك أنا في كل يوم أجد واحداً من هذا الصنف ومن هذه الطائفة أتوقف له وأحمله إلى أي مكان أراد. هسه حقيقة هذا هل كان معجزة؟ لا، مو معجزة، وإنما الكلمة هي هذه: أطعني، مو أطعني فقط في الواجبات والمحرمات، حتى في المستحبات والمكروهات. في هذه الأشهر الثلاثة، شهر رجب وشعبان ورمضان، نحن يجب علينا أن نزيد التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان بقدر ما أمكن شوية ينتشل نفسه من المادة، ترتبط بالمادة
يصير تلوث في الروح، في نفس الوقت الذي أنت مرتبط بالمادة توجه إلى الله وقل أستغفر الله، هذا تطهير لهذه الروح، ارتفاع لهذه الروح. احنا مجبورين أن نتعامل مع المادة، مجبور أن أنام، أنا ما أتمكن ما أنام، ولكن قبل النوم أذكر الأذكار المذكورة في كتب الأدب، بعد النوم أذكر هذه الأذكار، حين النوم توضأ، من نام ولم يتوضأ بات جيفة إلى الصباح، ومن توضأ ونام كان فراشه مسجده إلى أن يصبح. هذا معناته النفس بالماديات تتلوث وطهرها بهذه المعنويات.